لما يكون عندي هذا فاريبل او اكتر لازم احلها الجيوبريكالي بالاستريم اكسبريس. وثاني حاجه يكون الاستريم تكون مين اقل منها او تساوي. لو اكتر منها او تساوي الطريقه بتاعت السكشن الجايه اللي هتبقى تمام. خليك عارف كل سكشن بيستخدم امتى. تمام تمام. هناخد اكزامبل هنشرح عليه. الاكزامبل الاولاني ده اللي هي كانت مساله في شيت 2 اللي انا هبعته لك. بيقول لك عايز يماكسمايز ركزوا ماشي. عايز يماكسمايز 3x1 و6x2 بلس 3x3 اوكي. سبجكت 2 او كولسترين يعني 2x1 بلس x2 بلس x3 اقل منها تساوي 2. يعني كده x1 بلس 2x2 بلس 3x3 اجمع عليها حاجة هتبقى اس واحد مثلا خليه يوصل لمين؟ للاتنين. تاني عند الليفت هاند سايد اقل منها يساوي رايت هاند سايد. باجي ناحية الحاجة الصغيرة واجمع عليها اس 1 عشان اخلي مين؟ رايت هاند سايد بيساوي ليفت هاند سايد. اوكي؟ نفس الكلام اللي انا عملته في كونسترين رقم 1 اعمله في كونسترين رقم 2. اكس 1 بلس 2 اكس 2 بلس اكس 3 اجمع عليها فاريبل تاني اسمه اس 2 هساوي بكام؟ بالخمسة. تمام؟ اوكي لا ماشي. كونسترين رقم 3 2x1 بلس 2x2 بلس x3 بلس s3 بتساوي كام؟ بتساوي 6. تمام؟ كده بقى الفاريبل بتوعي الديسيجن فاريبل بتوعي بقى x1 و2 و3 واس1 واس2 واس3 لازم كلهم بستخدمهم في الحل وانا ماشي. اوكي؟ طبعا لازم كلهم x1 x2 x3 واس1 واس2 واس3 لازم يكون كلهم كام؟ مجموعين او يساوي 0. تمام؟ ماشي. اول حاجه بعمل ايه؟ انا همسح ده. بقول له فيرست اتريشن. الشباب اللي هيتكلم هيمشي. في كوز المره الجايه على الكلام ده. ركزوا بقى. بقول له فيرست اتريشن خش. بكتب كل الديسيجن فاريبل بتوعي. انا عندي الديسيجن فاريبل بتوعي مين؟ قلت لك اس 1 اكس 1 اس اكس 2 اكس 3 اس 1 اس 2 اس 3. اكتب كده اكس 1 اكس 2 اكس 3 اس 1 اس 2 اس 3 اوكي. بعد كده ركزوا انا كتبت مين؟ سيب الموبايل. كتبت كل الفاريبلز بتوعي من اكس 1 لحد اس 3. بعد كده بكتب تحتيها الكوفيشنت بتاعتهم في الاوبجيكتيف فانكشن. طبعا الاوبجيكتيف فانكشن ما دام انا عندي فيه ديسيجن فاريبل زادوا لازم يتحطوا فين؟ في الاوبجيكتيف فانكشن. هي كانت في الاول ماكسمايز 3 اكس 1 بلس اكس 2 بلس 3x3 الجديدة هتبقى نفس الكلام 3x1 بلس x2 بلس 3x3 بعد كده هجمع عليها 0s1 بعد كده 0s2 بلس 0s3 لأن اوريدي s1 واس2 واس3 ما كانوش مين؟ ما كانوش موجودين في الأوبجيكتيف فانكشن. تمام؟
باجي هنا بحط كل الديسيجن فاريبل بتوعي او كل الفاريبلز اللي عندي واحط تحتيها مين؟ الكوفيشنت بتاعهم فين؟ في الاوبجيكتيف فانكشن. الاولاني اكس 1 مضروب في 3، اكس 2 مضروب في 1، اكس 3 مضروب في 3، بعد كده 0 0 0 بكتب هنا سوليوشن. تمام؟ بعد ما احط الكوفيشنت كلهم، ركزوا عشان عايز ستيبس كتير. بعد ما احط الكوفيشنت كلهم بتاعت الفاريبلز كلهم في الاوبجيكتيف فانكشن بشد خط. شد الخط ده. تمام؟ بعد كده بكتب الكونسترين، الكوفيشنت بتاع كل فاريبل في الكونسترين. الكونسترين الاولانيه 2 اكس 1 بلس اكس 2 بلس اكس 3 بلس اس 1 بتساوي 2، يبقى عند ال 2 احط 2 او عند اكس 1 اضرب 2. بعد كده عند اكس 2 اكتب 1، اكس 3 1، اس 1 1، 0 0 2. تمام؟ حد عنده مشكله؟ انا بكتب الكونسترين. الكونسترين الثاني اكس 1 بلس 2 اكس 2 بلس 2 بلس 3 اكس 3 بلس اس 2 بتساوي 5. اكتب ايه؟ يبقى 1 2 3 0 1 0 5. حد زعلان؟ هكمل. الكونسترين الثالث 2 اكس 1 بعد كده 2 اكس 2 بعد كده 1 اكس 3 0 0 اس 3 ب 1 بعد كده بيساوي كام؟ بيساوي 6. بحط الفاريبل كلهم، بعد كده بحط الكوفيشنت بتاعتهم في الاوبجيكتيف فانكشن، بعد كده بحط الكونسترين كلها. اللي هيتكلم هيمشي. بعد كده بشد خط. تمام؟ تمام. بحط هنا حاجه اسمها بيزز، شد خط كده، حاجه اسمها بيزز. الدكتور بكره هيقول لك يعني ايه بيزز. ماشي؟ المهم ان البيزز دي بحط اي فاريبل الكولوم بتاعه هو يونيك كولوم. يعني يونيك كولوم؟ يعني عنده واحد في رو معين وبعد كده التانيين بقى التانيين بكام؟ بصفار. تمام؟ فيبقى ده يونيك كولوم 1 0 0 0 1 0 ده ايه؟ يونيك كولوم 0 0 1 ده ايه؟ ده يونيك كولوم. تمام؟ ناخد الفاريبل اللي فوق يبقى اس 1 اس 2 اس 3. الكوفيشنت بتاعتهم اللي في الاوبجيكتيف فانكشن كنت كاتبه هنا تحتيهم اكتبه هنا ايه؟ جنبيه يبقى 0 0 0 اكتب هنا سي جي او سي بي. تمام؟ جه منين ان ده اس 1 وده اس 2 وده اس 3؟ الكولوم اللي مين؟ اللي بيحقق ان هو ايه؟ يونيك كولوم، يعني عنده واحد وصفرين. تمام؟ اس 1 واس 2 واس 3 احطهم بمين؟ بالكوفيشنت بتاعه. بعد كده بعمل ايه؟ الخطوه اللي بعديها خد بالك هي ستيبس كتير. الخطوه اللي بعديها بحسب حاجه اسمها زد جي. زد جي دي اللي هو الزد بتاعت السوليوشن ده، بضرب ده في الكولوم اللي انا واقف عنده، يعني انا واقف عند اكس 1 اضرب الكوفيشنت دول في مين؟ في الكولوم ده، يبقى 0 في 2 ب 0 بلس 0 في 1 ب 0 بلس 0 في 2 بكام؟ ب 0. طبعا كلهم هنا ب 0 عشان اوريدي الكوفيشنت كام؟ كلها اصفار، يبقى كل ده بكام؟ ب 0. ماشي؟ بعد ما اخلص الستيب دي بقى اخش في حاجه اسمها سي جي ماينس زد جي. معلش الخطوه اللي فاتت بضرب ده في ده هنا وده في ده، بجمعهم طبعا حطه هنا، ده في ده بجمعهم حطه هنا. اوكي؟ تمام. سي جي دي سي دي ده الكوفيشنت بتاع كل الفاريبلز في الاوبجيكتيف فانكشن. تمام؟ بعد كده بعمل ايه؟ بعد كده بعمل سي جي ماينس زد جي. سي جي ماينس زد جي بطرح ده ماينس ده. اوكي تاني ده ماينس ده، فبعمل ايه؟ 3 ماينس 0 تبقى 3، 1 ماينس 0 ب 1، 3 ماينس 0 ب 3، 0 0 0. تمام؟ بعد حسبت السي جي ماينس زد جي، ممكن بكره الدكتور يقول لك زد جي ماينس سي جي، مش تفرق. تمام؟ المهم سي جي ماينس زد جي بقوا 3 1 3 4. اوكي؟ باخد اكبر رقم بوزيتيف، اكبر رقم بوزيتيف طلع عندي اللي هو مين؟ اللي هو ده او ده، مش تفرق دلوقتي. انا هاخد ده. الكولوم اللي عنده اكبر رقم بوزيتيف سي جي ماينس زد جي ده اسمه بيفوت كولوم. تمام؟ يبقى كده عرفت مين اللي بيفوت كولوم؟ اكس 1 واللي تحتيه كولوم. اوكي؟ تمام. زي ما بعرف البيفوت كولوم لازم بعرف حاجه اسمها بيفوت رو. تمام؟ اعرف ازاي بيفوت رو؟ بروح احسب حاجه اسمها الريشيو. الريشيو دي يا باشمهندس هحسبها ازاي؟ بتساوي السوليوشن اللي هنا ده اللي هو كان الرايت هاند سايد بتاع الكونسترين على البيفوت كولوم اللي انا حددته ان هو مين؟ البيفوت كولوم. فانا اروح قاسم ده على مين؟ على ده. معلش ايه هو البيفوت كولوم تاني؟ اللي عنده ماكسيمم سي جي ماينس زد جي.
ماشي؟ في ثلاثة أو ثلاثة، باخد أي واحد منهم. ماشي؟ هعمل إيه بعد كده؟ هقسم السوليوشن ده على مين؟ على البيفوت كول. 2 على 2 بكام؟ 2 على 2 1. 5 على 1 5. 6 على 2 بكام؟ ب3. بعد ما حطيت الريشيو باخد مينيمم او اقل رقم بوزيتيف. اقل رقم بوزيتيف في الريشيو بيحدد لي مين؟ البيفوت رو. اقل رقم بوزيتيف فيهم الواحد ده، فيبقى ده هو مين؟ البيفوت رو. تمام؟ تاني، البيفوت كولوم بيبقى اكبر رقم سي جي ماينس زد جي. البيفوت رو اقل رقم ريشيو، اقل رقم بوزيتيف في الريشيو. تمام؟ بعد كده بعمل ايه؟ هتلاقي تقاطع البيفوت رو مع البيفوت كولوم حاجه اسمها البيفوت اليمنت، اللي هو الاثنين ده. تمام؟ تمام؟ تمام كده، خلصت اول اتريشن. كل اللي عملته ده هعمله تاني. اتريشن رقم 2، نعم. السوليوشن ده على بيفوت كول، ماشي؟ يبقى 2 على 1، 2 على 2 ب1، 5 على 1 ب5، 6 على 2 ب3. تمام؟ ماشي؟ 5 على 1 6 على 2. ايه؟ سي جي؟ لا سي جي لا. زي زد جي. فيلم. يلا. بعد ما خلصنا اول اتريشن بعمل ايه؟ بعمل حاجه اسمها السكند اتريشن، او بعمل سكند اتريشن. يا شباب بس بس بس. اللي ما فهمش ستيب من الستيبات اللي فاتت هقولهم تاني. ركزوا. بعمل نفس الجدول عند اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 1 اكس 2 اكس 3. اوكي؟ بحط تحتيهم الكوفيشن بتاعتهم اللي فين في الاوبجيكتيف فانكشن، اللي هم دول 3 1 3 وصفار. هي اوريدي انا كنت واخدهم مش هيتغيروا. يبقى هنا 3، هنا 1، هنا 3، 0 0 0. شد خط كده، خط كده، خط كده. اكتب هنا سوليوشن. المهم بعد كده انا في اول اتريشن حطيت الكونسترين ووصلت البيفوت كولوم ووصلت البيفوت رو، حددت البيفوت اليمنت. البيفوت اليمنت ده طلع كام؟ الاثنين اللي هنا دي. اوكي؟ اول حاجه البيفوت اليمنت ده في الستيب اللي بعديها لازم يبقى بواحد، او في الاتريشن اللي بعديها. تمام؟ البيفوت اليمنت ده لازم يبقى ايه؟ لازم يبقى بواحد. الاثنين دي عشان اخليها واحد تبقى اعمل ايه فيها؟ اسمها على اثنين، صح؟ اللي بعمله على البيفوت اليمنت بعمله في الرو بتاعها كله. يعني انا قسمت الاثنين دي عشان تبقى واحد، تبقى باثنين، هحط هنا كام؟ واحد. الواحد اللي جنبيها تبقى واحد على الاثنين، اللي جنبيها تبقى واحد على الاثنين، بعد كده هاف، بعد كده زيرو زيرو واحد. تاني البيفوت اليمنت ده لازم يبقى كام؟ لازم يبقى واحد. طب هو كان اثنين، باخد الرو كله واقسمه على اثنين عشان اخليه اثنين، عشان اخليه واحد. اوكي؟ تبقى واحد هاف 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 زيرو زيرو، والاثنين اللي السوليوشن دي تبقى بكام؟ تبقى واحد. تاني الاثنين دي عايزه واحد، اعمل ايه فيها؟ هو بيفوت اليمنت في الاتريشن معايا، هقول لك ليه كمان شويه. ماشي؟ انا دي عايزه واحد، اعمل ايه ده؟ اعمل ايه فيها؟ تبقى واحد. اقسمها على اثنين، صح؟ يبقى اقسم ده على اثنين، وده 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 على اثنين. ماشي؟ تمام. البيفوت رو يا شباب بيعرفني البيفوت اليمنت، التقاطع بتاع البيفوت رو مع البيفوت كولوم بيعرفني البيفوت اليمنت. تاني حاجه، تاني حاجه البيفوت او البيزز اللي هنا اللي هو اس 1 0 ده بيتشال، بيبقى ايه؟ اكس 1 3. يعني اخر الفاريبل بتاع البيفوت كولوم بيجي مكان الفاريبل بتاع مين؟ بتاع البيفوت، بتاع البيفوت رو. تاني الفاريبل بتاع البيفوت كولوم بيجي مكان مين؟ الفاريبل بتاع البيفوت رو. تمام؟ فانا هشيل اس 1 0 دي واحط كام؟ اكس 1 والكوفيشنت بتاعها 3، واحط اس 2 0 زي ما هي، اس 3 0 زي ما هي. انا مش فاهم يو. تاني الاثنين دي عايزها بواحد، قسمت الرو كله على اثنين. تمام؟ تمام.
تاني حاجة البيفوت كولوم فاريبل اللي هو اكس واحد ده بيجي مكان البيفوت رو فاريبل اللي هو اس واحد. يبقى اكس واحد تيجي مكان مين؟ اس واحد. تيجي بالكوفيشنت بتاعه تبقى مكان اس واحد 0 وتبقى اكس واحد مين؟ 3. تمام؟ هكمل. ماشي. بعد ما عملت ده يا شباب خد بالك انا عملت ايه؟ ركزوا. انا جبت اكس واحد 3 حطيته فين؟ في البيزز. هو انا من الاول لما اختار البيزز ده عملت ايه؟ قلت لك اللي عنده يونيك كولوم هو اللي هيتحط فين؟ في البيزز. عشان كده خليت ده واحد وهخلي اللي تحتيه بصفار. ليه؟ عشان ده يبقى اليونيك كولوم الجديد واحط اكس واحد فين؟ في البيزز. تمام؟ تاني انا وانا بختار البيزز قلت هي اس واحد واس اثنين واس ثلاثه ليه؟ عشان دول عندهم مين؟ 1 0 0 او 0 1 0 او 0 0 1. تمام؟ عندهم يونيك كولوم. ماشي؟ فانا دلوقتي بعد ما حددت البيفوت اليمنت والبيفوت كولوم بخليه هو مين؟ هو يونيك كولوم. وباخد الفاريبل بتاعه واحطه في البيزز. تمام؟ فعشان اخليه يونيك كولوم بخلي البيفوت اليمنت بواحد والباقيين كان بس فور. اكبر واحد اكبر واحد اكبر واحد هنا سي جي ماينس زد جي مش شرط يكون اكبر رقم هنا. سي جي ماينس زد جي تقاطعه مع البيفوت روم. اوكي؟ تمام. يلا. بعد كده بعمل ايه؟ بس بعد ما خليت الاثنين دي واحد لازم اخلي دي زيرو واخلي تحتها زيرو. اخلي دي زيرو ازاي؟ لازم بكتب ايكويشن. تمام؟ الايكويشن دي هو دي كام؟ ده واحد. الواحد ده لو انا قارنته بالواحد ده لو طرحتهم من بعض يبقى بزيرو صح؟ فانا اقول له ان ار 2 اول او ار 2 نيو الرو الثاني الجديد بيساوي ار 2 اول ماينس ار 1 نيو. تاني ار 2 نيو بيساوي ار 1 اولد او ار 2 اولد ماينس ار 1 نيو. يبقى 1 ماينس 1 بكام؟ بزيرو. ليه كتبت الايكويشن؟ عشان اللي هعمله على اول كولوم هعمله على مين؟ على الباقيين. اللي ماسك الموبايل يسيبه. ماشي؟ ماسك الموبايل فيها ده ولا بتكتب؟ ماشي اوكي. الواحد دي هتبقى بزيرو ازاي؟ 1 ماينس 1 بزيرو. بعد كده 2 ماينس نص تبقى 1 ونص. خد بالك انا بطرح القديم ماينس الجديد. ماشي؟ بعد كده 3 ماينس نص تبقى 2 ونص. بعد كده 0 ماينس نص تبقى نيجاتيف نص. بعد كده 1 ماينس 0 ب 1، 0 ماينس 0 ب 0، 5 ماينس 1 بكام؟ ب 4. تمام؟ ماشي؟ ماشي. بعد كده اخش على الرو الثالث، الرو الثالث ده عشان اخليه ب 0، الاثنين دي عشان تبقى ب 0، يا اما تقارنها بار 1 نيو يا اما تقارنها بار 1 اولد، هتعمل ايه؟ اكيد لو طرحتها من ار 1 اولد ار 3 اولد ماينس ار 1 اولد هتجيب كام؟ هتجيب 0. تمام؟ فهتبقى ار 3 نيو بيساوي ار 3 اولد ماينس ار 1 اولد. يبقى انت عندك 2 ماينس 2 ب 0، بعد كده 2 ماينس 1 ب 1، بعد كده 1 ماينس 1 0، بعد كده 0 ماينس 1 نيجاتيف 1، 0 ماينس 0 ب 0، بعد كده 1 ماينس 0 ب 1، بعد كده 6 ماينس 2 بكام؟ ب 4. اللي مش فاهم يقول. الايكويشن دي ايه؟ ار 3 اولد ماينس ار 1 اولد. ار 3 الجديده تساوي ار 3 القديمه ماينس ار 1 القديمه. 2 ماينس 2 ده اللي هيوصلني لزيرو هنا. فيبقى 2 ماينس 1 ب 1، 1 ماينس 1 ب 0، 0 ماينس 1 نيجاتيف 1، بعد كده 0، بعد كده 1، بعد كده 4. فاهمه؟ براحتي. يا اما اقارنها بار 1 نيو يا اما ار 1 اولد. مش تفرق. اللي هيجيب لي زيرو اسهل لي. يا شباب 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 في الايكويشن الاولانيه انا قلت ماينس ار 1 نيو، ليه؟ عشان كان القديمه واحد والجديده واحد، هطرحهم من بعض على طول من غير ما اضرب في اي رقم. تمام؟ هنا انا قلت ار 3 نيو بتساوي ار 3 اولد ماينس ار 1 اولد عشان دي ب 2 ودي ب 2، فهيجيبوا لي على طول زيرو. اسهل لي يعني. انا عايز اوصل ان تبقى زيرو. اعمل ايه بقى؟ الرو الثاني عامل ايه؟ اكيد نحلها زي الاجوبه يعني. مش فاهم. انا بضرب في رقم هو ماينس من اللي فوق. ايوه مش هتفرق. مش هتفرق. تمام؟ كمل. اوه. لازم ار واحد يعني لو ار اثنين بتصفر عادي. لا خليك ار واحد. ماشي؟ بعد كده بعمل ايه؟ امسح بس دول.
يلا يا شباب هكمل زي ما عملت ورا. بعد ما مليت الجدول بتاعي ده بعمل ايه؟ شد خط اللي ورا وقاعد عمال يهزر ويضحك همشيه. همشيه مش هاخد اتندنس. ممكن ما يتحلش كويز المره الجايه عادي. في كويز المره الجايه اوكي؟ زد جي ده احسبه ازاي؟ زد جي ده بيساوي الكوفيشنت الثلاثه دول مضروبين في الكولوم اللي انا واقف عنده، يبقى 3 في 1 بلس 0 في 0 بلس 0 في 0 يبقى بكام؟ 3. طبعا ما دام 0 في اي حاجه ب 0 يبقى على طول ممكن اضرب في 3 في 3 في 1 على 2 تبقى 3 على 2، بعد كده 3 في 1 على 2 تبقى 3 على 2، بعد كده 3 في 1 على 2 تبقى 3 على 2 0 0 3. حد مش فاهم؟ الخطوه الاخيره تاني، انا بضرب ده اللي هما الكوفيشنت بتاعت اكس 1 واس 2 واس 3 في مين؟ في الكولوم اللي انا واقف عنده، تمام؟ فيبقى 3 في 1 بكام؟ 3 بلس 0 في اي حاجه ب 0، خلاص يبقى 3، بعد كده 3 على 2 اللي هو 3 في نص، بعد كده 3 في نص، بعد كده 3 في نص، بعد كده 3 في 0 ب 0، و3 في 0 ب 0، و3 في 1 بكام؟ 3. اكمل؟ اكمل. اللي قاعد مش بيكتب على فكره مش هيركز قوي. براحتكم. بعد كده بعد ما احسب زد جي بحسب سي جي ماينس زد جي اللي هو مين؟ اللي هو ده ماينس ده، تمام؟ 3 ماينس 3 بكام؟ ب 0. بعد كده 1 ماينس 3 على 2 يبقى نيجاتيف نص. بعد كده 3 ماينس 1 ونص تبقى 1 ونص. بعد كده 0 ماينس 3 على 2 تبقى نيجاتيف 1 ونص. 0 0 ب 0 0، تمام؟ فين البيف الكولوم؟ أكبر رقم بوزيتيف اللي هو مين؟ اللي هو ده. ده يبقى إيه؟ ده بيف الكولوم. بعد حد بيف الكولوم بحدد بيف رو. حد بيف رو إزاي؟ بحسب الريشيو. أحسبها إزاي الريشيو؟ سوليوشن على 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 البيف الكولوم، تمام؟ يبقى 1 على نص بكام؟ 2 4 على 1 ونص 4 على 2 ونص 8 على 5 4 على 0 كام؟ بانفينيتي. اخد اقل رقم بوزيتيف اللي هو الاثنين ده، تمام؟ لا 8 على 5 5 اقل. اخد 8 على 5 ده اقل مين؟ اقل ريشيو. ده يبقى ايه؟ بيفوت رو. بيفوت رو مع بيفوت كولوم بيحدد لي البيفوت ايليمنت. قولي. ايوه والريشيو اقل رقم بوزيتيف. اخد اي واحد منهم. شويه قلت اكمل؟ هكمل. بعد حددت في سؤال؟ حددت البيفوت رو والبيفوت كولوم. البيفوت رو بيعمل لي حاجتين، البيفوت رو مع البيفوت كولوم بيحدد لي البيفوت اليمنت اللي هو هيبقى في الجديد واحد، وده هيبقى واحد وفوقيه زيرو وتحتيه زيرو، يبقى ده ايه؟ ده يونيك كولوم، فهاخد ده هيبقى ايه؟ هيبقى بيزس مكان القديم، تمام؟ فهاخد مكان اس 2 0 دي احط مين؟ اكس 3 3. وهخلي البتاع اليوني الكولوم بتاعها هو يوني الكولوم، ماشي؟ تمام. انا راح ماسح كده يلا يا شباب 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 بس بس اشيل اس اشيل بس بس اشيل اس 2 0 دي واحط مكانها مين؟ اشيل اس 2 0 دي واحط مكانها اكس 3 3 اوكي؟ اكس 3 هتبقى هنا اهي تبقى بيزز. بعد كده اعمل ايه؟ لازم ما دي بقت بيزز لازم يكون الكولوم بتاعها يبقى ايه؟ يونيك كولوم. لازم يكون اكس 3 3 دي تحتيها مين؟ يونيك كولوم. ازاي تحتيها يونيك كولوم؟ البيفوت اليمنت بيبقى بواحد، يبقى هنا عندي واحد، عشان ده يبقى واحد عامل ايه في الرو كله؟ اقسمه على 2 ونص، لازم اقسم الرو كله على 2 ونص، يبقى 0 على 2 ونص ب 0، بعد كده 5 على 2 ونص، او 1 ونص على 2 ونص تبقى، حد يحسب؟ 0.6، حد يطلع كالكليت؟ ماشي؟ 1.5 على 2.5 تبقى 0.6،
بقى كده نيجاتيف نص على 2 ونص تبقى بكام؟ بعد كده 1 على 2 ونص صح؟ بعد كده 0 على 2 ونص ب 0 بعد كده السوليوشن 4 على 2 ونص تبقى بكام؟ تمام؟ حد زعلان؟ اللي ورا فاهمين؟ مين بيسأل بس مش شايف؟ قول. لما حطينا في اللوب تاني اكس 3 3 مكانها البنت اللي قالت لا تعالي قول. حطينا اكس 3 3 مكانها اكس 3. احنا قلنا في الاول خالص اول ستيب احدد البيزز ازاي؟ الكولوم اللي عنده يونيك كولوم اللي هو 1 0 0 1 و 0 تمام؟ فانا لما عملت الجديد ده بقى يونيك كولوم جديد، القديم ما بقاش يونيك كولوم وده بقى يونيك كولوم. فاهمة؟ فلازم اخده في البيزنس. تعالي في اي حاجة اقعدي هنا، معلش تاخد كده او ممكن انت تقوم بدله وهو يجي على الطرف وانت تخش على اكمل قوم. انا ليه شلت لسه يعني ما لسه مجاوبها تاني. انا لما خليت ده يونيك كولوم هيبقى 1 و0 صح؟ اي 1 و0 جديده بتخش في البيزز، الفاريبل بتاعها بيخش في البيزز تمام؟ ده كان البيفوت اليمنت او بيفوت رو تمام؟ بيفوت رو كان مين؟ كان اس 2 فاشيله واحط مكانه ايه؟ البيفوت كولوم الجديده هو اكس 3 وتاني فاهم؟ ماشي. فانا عملت ده تاني بخلي البيفوت اليمنت يبقى بواحد، ازاي؟ هقسم كله الرو كله على 2.5 اللي تحتيه ده بكام؟ ب 0 خير وبركه احطه زي ما هو يبقى 0 قد ايه مالين؟ لا ده يعني واحد بس 0 1 0 ها اوكي تمام. بس اللي فوق ده عشان يبقى بزيرو اللي هو كام؟ اللي هو نص. النص ده لو قارنته باتنين ونص صعب، هتضرب في 5 براحتك اعمل اللي انت عاوزه. انا بالنسبه لي انا هاخد القديم ده اقول له ار 1 نيو، ار 1 نيو بيساوي ار 1 اول اللي هو نص ماينس نص او ماينس ار 2 نيو على 2. مين القديم اللي هو ده؟ ده ار 1 اول هطرحه من ده بعد ما اضربه في بعد ما اقسمه على 2 او بعد ما اضربه في نص اوكي. فيبقى عندي النص اللي هناك دي ماينس 1 على 2 بكام؟ ب 0 اوكي تمام. بعد كده نص ماينس 0.6 على 2 تبقى 0.2. بعد كده 1 ماينس نص بكام؟ بنص؟ لا طبعا غلط، تفضل 1 عشان دي ب 0 اوكي. بعد كده عندي مين؟ نص ماينس نيجاتيف 0.2 على 2 تبقى 0.6. بعد كده 0 ماينس ده على 2 تبقى نيجاتيف 0.2 صح؟ بعد كده 0 ماينس 0 ب 0 بعد كده الاخير 1 ماينس 4 على 5 تبقى صح 6 على 5 0.3 صح؟ صح؟ تو؟ ماشي 1 اعمل 1 ماينس 8 على 5 على 2 اوه ممكن نبص على البيزنس الاول وبعد كده نشوف العوامل بتاعتهم ونحط الواحد والاصفار الاول عشان يسهل عليك. براحتك. انا عندي الاكس واحد. قصدك على دول وبعد كده؟ انا عندي البيزنس اكس واحد واكس ثلاثة واكس ثلاثة. بس. هنبص على الكولومز بتاعتها ونحط الصفر والصفر والاخر. براحتك. اعمل اللي انت عاوزه. نعم. ار اول ان ار واحد اول ان ار واحد نيو بيساوي ار واحد اول ماينس حاجه يعني انا هموديفاي على القديم صح؟ يبقى القديم ما يصح بس او بلس حاجه. ممكن يبقى في رقم غلط، حد شايف رقم غلط؟ انهي بقى؟ ده؟ ولا ده؟ ده؟ ماشي حاضر انا مش فاهم وممكن اكون حسبته غلط عشان مش شايف الرقم اللي هناك اصلا تمام؟ هكمل؟ هكمل. فانا حسبت دول بس الايكويشن دي فانا حسبت دول بحسب مين؟
زد جي. زد جي ده بحسبه ازاي؟ بضرب الكوفيشنت دول في مين؟ في كل كول. 3 في 1 3 بلس 3 في 0 ب 0 يبقى كام؟ بلس 0 ب 0 ب 0 يبقى كام؟ 3. بعد كده 3 في 0.2 بلس 3 في 0.6 تبقى 2.4. تمام؟ بعد كده 3 في 0 بلس 3 في 1 بكام؟ 3. بعد كده 3 في 0.6 بلس نيجاتيف 3 في 0.2 تبقى بكام؟ 1.2. بعد كده 3 في نيجاتيف 0.2 بلس 3 في 0.4 تبقى 0.6. بعد كده 0. بعد كده دي ها؟ احسبها بالكالكوليتر. 0.6 بلس 5.4 تمام؟ كمل قولي. بوينت 5 نفسها عايزه بواحد. دي بيفوت اليمنت تبقى بواحد. فوقيها 0 وتحتيها 0. تحتيها اوريدي كانت 0 كتبتها. فوقيها تبقى بزيرو ازاي؟ النص دي يا اما بشتغل ار ار هتبقى ار 1 نيو ماشي؟ ار 1 نيو بتساوي ار 1 اولد ماينس اي حاجه ما انت عايزاها. يا اما تستخدمي ار 2 اولد يا اما تستخدمي ار 2 نيو. انا استخدمت الار 2 نيو. ما انت لو استخدمتي الاثنين ونص تسمع الاثنين ونص وتضربيها في نص صح؟ هي دي. انا اوريدي قسمت على الاثنين ونص في خطوه فبريح نفسي من خطوه بس. ماشي. انا عملت ايه بقى؟ انا ضربت النيجاتيف دي في نيجاتيف واحد على الاثنين وانا اوريدي كنت قاسم على الاثنين ونص. هي لو قسمت على الخمسه بقى دي تمام؟ تحت ايه؟ ماشي بس تاني يا شباب الزد جي ده حسبته ازاي؟ ضربت الفاريبل الكوفيشنت اللي هنا في مين؟ في كل كول 3 في 1 ب 3 بلس 0 بلس 0 ب 3 3 في 0.2 ب 0.6 بلس 3 في 0.6 ب 1.8 مجموعه 2.4 وهكذا ماشي؟ تمام؟ هكمل. بعد حسبت ده بحسب ايه؟ سي جي ماينس زد جي بطرح ده من ده 3 ماينس 3 بكام؟ بزيرو. ده ماينس ده بعد كده 1 ماينس 2.4 تبقى نيجاتيف 1.4. بعد كده 3 ماينس 3 0 0 ماينس 1.2 نيجاتيف 1.2 0 ماينس 0.6 نيجاتيف 0.6 0 بس كده تمام؟ في رقم بوزيتيف المفروض انا كنت بعمل ايه؟ عشان احدد البيفوت كولوم باخد اكبر رقم بوزيتيف. في رقم بوزيتيف؟ مفيش. يبقى انا عملت ايه؟ استوب. يبقى انا كده خلصت. السوليوشن يبقى ايه؟ السوليوشن البروفيت اللي هو الزد يبقى بكام؟ ده 5.4 تمام؟ وهيبقى اكس 1 ب 0.2 اكس 3 ب 8 على 5 بعد كده اس 3 تبقى ب 4. اي بيزك او اي فاريبل مش في البيزز يبقى نون بيزك يبقى بكام؟ بزيرو. يبقى اكس 2 بزيرو اس 1 بزيرو اس 2 بزيرو تمام؟ زد دي ده الماكسيمم صح؟ ده الماكسيمم ده الفاريبلز دي الكوفيشنت اللي هنا دي 3 في 0.2 بلس 3 في 0.8 على 5 بلس 0 في 3 ماشي؟ أكمل؟ ماشي. السؤال ده كده خلص. خش السؤال التاني. شباب بس اول كرايتيريا عرفنا ان احنا بنقف عندها مين؟ لما يكون عندي السي جي ماينس زد جي ما فيهاش اي رقم مظبوط يبقى انا كده خلصت حل. اوكي؟ هروح الاكزامبل الثاني. في كرايتيريا ثانيه اوقف فيها حل.
بس 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 هنحل نفس الكلام تاني. يقول لك عايز يماكسمايز اتنين اكس واحد بلس تلاتة اكس اتنين سبجكت تو او الكونسترين بتاعك اكس واحد ماينس اكس اتنين اكبر اقل من او يساوي اتنين نيجاتيف اتنين اكس واحد بلس اكس اتنين اقل من او يساوي مين؟ اقل من او يساوي واحد. المسألة دي ينفع تحل سمبليكس عشان مين؟ كل الانيكواليتي سواء كان اخر انيكواليتي كل الانيكواليتي مالهم اقل من او تساوي رقم ماشي؟ اعمل ايه؟ اول ستيب بظبط الكونسترين بتاعتي لازم كلها تبقى ايكوال. ازاي اخلي ده حاجه صغيره بتساوي حاجه كبيره؟ هجمع على حاجه صغيره فاريبل جديد تمام؟ فاقول له الكونسترين الجديده يا باشمهندس هي اكس واحد ماينس اكس اتنين بلس اس واحد. ده هيساوي كام؟ هيساوي اتنين. حد زعلان؟ هكمل. الكونسترين التاني اللي هو نيجاتيف 2 اكس 1 بلس اكس 2 هجمع عليه اس 2 هساويه بكام؟ هساويه بواحد. جماعة ناحية الليفت هاند سايد الحاجة الصغيرة حاجة عشان اوصلها لمين؟ للواحد اللي على الرايت هاند سايد. اللي ماسك الموبايل يسيبه. اي هو قال لك حلها سمبليكس. قول. عايز تماكسمايز البروفيت نفس المره اللي فاتت بالظبط. عايز تماكسمايز البروفيت الكونسترين كذا اه بس 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 بس. الستيب اللي بعديها بعمل ايه؟ لازم كل الفاريبل تظهر عندي في مين؟ في الاوبجيكتيف فانكشن. الاوبجيكتيف فانكشن كانت 2 ماكسمايز 2 اكس 1 بلس 3 اكس 2 عندي اس 1 ما كانتش موجوده بس لازم اضيفها تبقى بلس 0 اس 1 بلس 0 اس 2 بس كده. انا عايز اماكسمايز ده تمام. بعد ما ظبطت الايكويشن بتاعتي بعمل ايه؟ بحطهم فين؟ في اول اتريشن اسمها تابلو. عايز تسميها تابلو تابلو عايز تسميها اتريشن سميها براحتك. ابعت لكم فيديو فيه نفس نفس الشرح ده بالظبط ان شاء الله بس مش انا اللي مسجله ده. اه ما تبدلش هو مش هتفرق بس بلاش هتلخبط نفسك. يلا يا شباب السبب اللي جاي بعمل ايه؟ قال له فيرست اتريشن فاول اتريشن بكتب كل الفاريبلز. الفاريبل بتاعي الاولاني اكس 1 اكس 2 اس 1 اس 2 مساله سهله ماشي. اكس 1 الكوفيشنت بتاعه في الاوبجيكتيف فانكشن كام؟ 2 شايفينه؟ يبقى اكتب هنا 2. اكس 1 او اكس 2 الاوبجيكتيف فانكشن كان 3 اس 1 ب 0 اس 2 ب 0. بعد ما اخلص كده شد خطين كده وشد خط بالعرض اكتب هنا مين؟ سوليوشن. مش عارف القلم فضي ليه تمام. بعد كده بعد ما احط الاوبجيكتيف فانكشن بتاعتي بحط الكونسترينز. احط الكونسترينز ازاي؟ اكس 1 ماينس اكس 2 بلس اس 1 بتساوي 2. بتحط عند الاكس 1 1 عند الاس 2 كام؟ نيجاتيف 1 عند الاس 1 1 0 2 تمام؟ في الاخر فاهمين؟ شايفين اكبر ولا انا مش باين؟ لا انا كنت لسه يلا هكمل الكونسترين الثاني نيجاتيف 2 اكس 1 بلس اكس 2 اقل من او تساوي 1. انا طبعا ظبطتها هتبقى نيجاتيف 2 كده باين شويه نيجاتيف 2 هنا 1 هنا 0 هنا 1 هنا كام؟ هنا 1 تمام؟ بعد كده اعمل ايه؟
شد خط احدد البيزز. البيزز هظبطها ازاي واحددها ازاي؟ فين اليونيك كولوم؟ يونيك كولوم يعني 1 و0 0 او 0 1 0. يبقى انا عندي ده 1 0 0 اهو، وده 0 1 اهو، تمام. ايه البورد الوحش؟ بس والله البورد مش باين، مش وحش، البورد وحش اهو. ماشي انا هظبط واحد واحد، اكتب براحه، تمام. مين البيزز؟ اس 1 اس 2. هكتب هنا اس 1 باين شويه، اس 2 ماشي، هنا 0 وهنا 0. ليه 0 0؟ هما الكوفيشنت اللي هنا، تمام. وهنا 0 وهنا 0. بعد ما اعمل كده بحسب حاجه اسمها مين؟ زد جي. احسب زي زد جي ده. زد جي ده بيساوي الكوفيشنت اللي هنا مضروب في كل كول ماشي، 0 في 1 ب 0 بلس 0 في نيجاتيف 2 ب 0، يبقى هنا 0. طبعا ما دام هم كلهم 0 يبقى كلهم بكام؟ ب 0. اول اتريشن في السيمبلكس تبقى كده، تمام. بعد كده سي جي ماينس زد جي، سي جي ماينس زد جي هتطرح ده ماينس ده. 2 ماينس 0 بكام؟ 2. 3 ماينس 0 3. 0 ماينس 0 0. بعد كده 0. حد زعلان؟ اكمل؟ ماشي. بعد ما حسبت السي جي ماينس زد جي بحدد البيفوت. مين؟ بيفوت كول. حدد البيفوت كول ازاي؟ اكبر رقم بوزيتيف. مين اكبر رقم بوزيتيف؟ ده، تمام؟ يبقى ده بيفوت كول. بعد ما حدد البيفوت كول بحدد البيفوت رو. احدد البيفوت رو ازاي؟ عن طريق ان انا احسب الريشيو. احسب الريشيو ازاي؟ السوليوشن ده اللي هو الرايت هاند سايد كونسترين على مين؟ على البيفوت. مين؟ على البيفوت كون. يبقى 2 على نيجاتيف 1، اي رقم نيجاتيف بكتب نيجاتيف مش هتفرق معايا، وبكام؟ بعد كده 1 على 1 بكام؟ ب 1. باخد اقل رقم بوزيتيف، مفيش غير رقم واحد اخده، يبقى ده ايه؟ ده البيفوت رو. بعد حددت البيفوت كولوم البيفوت رو باخد ايليمنت اللي هو تقاطع الاثنين مع بعض، يبقى اسميه ايه؟ بيفوت ايليمنت. ده بيبقى اسمه ايه؟ بيفوت ايليمنت. البيفوت ايليمنت ده في الاتريشن الجديده هيبقى واحد وفوقيه زيرو، فبعمل ايه فيه؟ راح اخد اكس 2 3 دي احطها في مين؟ في البيز مكان اس 2 0 ماشي؟ قول هي مين؟ ما 2 على نيجاتيف 2 على نيجاتيف 1. انا يا شباب الاكس 1 والاكس 2 والاكس 3 او اكس 2 اس 1 اس 2 2 3 0 0 يلا يلا بس يلا يا شباب بس بس. بعد كده بعمل ايه؟ البيفوت ايليمنت كان بكام؟ كان بواحد، سيب واحد زي ما هو، فانا هكتب الرو كله زي ما هو، نيجاتيف 2 نيجاتيف 2. بعد كده الواحد اهو واحد، زيرو واحد واحد. ليه ما لعبتش فيه؟ عشان اوريدي البيفوت ايليمنت كان واحد وانا عايزه يبقى واحد، مش هعمل حاجه، تمام. اللي فوق ده كان بكام؟ نيجاتيف 1. ازاي اخلي نيجاتيف 1 دي 0؟ باخد الرو كله واجمعها على تحتيه او اجمعها على الجديد، طبعا الاثنين واحد فمش تفرق. يبقى نيجاتيف 1 بلس 1 بكام؟ ب 0. بعد كده 1 بلس نيجاتيف 2 نيجاتيف 1. بعد كده 1 بلس 0 1. 0 بلس 1 1. 2 بلس 1 كام؟ 3 ماشي. بقى عملت كده البيزز بتاعتي اس 1 0 دي ما جتش جنبيها الجديده مكان اس 2 0 احط مين؟ اكس 2 3. اشد مين؟ اشد خط ماشي. بحسب مين؟ بعد كده ماسك الموبايل يسيبه. بحسب زد جي.
معلش انا مش باين قوي. المره الجايه بقى احسن. زد جي ده احسبه ازاي؟ زد جي ده بيساوي الكوفيشنت اللي هنا في مين؟ في الكولوم ده، بعد كده الكوفيشنت في الكولوم اللي بعديه وهكذا. تمام؟ 0 في نيجاتيف 1 ب 0، 3 في نيجاتيف 2 نيجاتيف 6. اوكي؟ بعد كده 0 في 0 ب 0، بعد كده 3 في 1 بكام؟ 3. بعد كده 0 في 1 ب 0، 3 في 0 ب 0. بعد كده 0 في 1 ب 0، 3 في 1 ب 3، بعد كده 3. ماشي؟ ماشي. بعد ده بحسب، ده بحسب سي جي ماينس زد جي. سي جي ماينس زد جي. كفايه كلام. احسب ازاي سي جي ماينس زد جي؟ بطرح اللي فوق ده ماينس اللي تحت. 2 ماينس نيجاتيف 6 بكام؟ 8. بعد كده 3 ماينس 3 ب 0، 0 نيجاتيف 3. باخد اكبر رقم بوزيتيف هيبقى ايه؟ يبقى ده ايه؟ بيف الكولوم. بعد حد بيف الكولوم بقسم السوليوشن على بيف الكولوم، يبقى 3 على نيجاتيف 1 بنيجاتيف وده نيجاتيف. ركزوا بقى، ما دام الريشيو طلع ده نيجاتيف وده نيجاتيف لازم بقف، مفيش حل تاني، بقول له ده ايه؟ نو سوليوشن، مفيش حل. ليه مفيش حل؟ قذره 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 كده. انا عملت ايه طيب؟ منديل، اي مناديل؟ منديل، اي منديل؟ بصوا يا شباب انا وصلت. فشلت؟ باخده بعد الاتسكت. شباب بس 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 لو سمت التوكن سترينج بتاع خش التوكن سترينج بتاع المساله اللي فاتت او نفس المساله دي صور، هتلاقي ان الكوليسترين الاولاني كان كده ماشي، الكوليسترين الثاني كان كده، ده الريجيوم بتاعته فوق كده، ده الريجيوم بتاعته كانت تحت كده. طبعا العالم باين صح؟ ماشي. ده ايه؟ ده unbounded region. يعني ايه unbounded region؟ يعني الاثنين مكملين انفينيتي عمرهم ما هيتقابلوا، هيتقابلوا في النيجاتيف، وانا شغال ان ده بوزيتيف وده بوزيتيف او شغال في الربع الاولاني. تمام؟ فده unbounded، عشان كده ايه؟ النيوميريكال ميثود كانت نو سوليوشن او ما جابتش حاجه. لان كل ما اكس 1 اكس 2 يزيد، وكل ما الزد هتزيد لحد انفينيتي. ماشي؟ فمفيش ايه؟ مفيش حل. ده بيحصل لما تكون الريشيو الاثنين طلعوا بايه؟ بنيجاتيف او مفيش ريشيو رقم بوزيتيف. تمام؟ السؤال الثالث هقول لكم فكرته مش هشرحه، نفس الستبس بالظبط. الفكره كان بيقول لك بس عشان نمشي، كان بيقول لك ماكسمايز، كان بيقول لك ماكسمايز الزد اللي هو البروفيت، والزد ده كان بيساوي مثلا 5 اكس 1 بلس 3 اكس 2 بلس 4 اكس 3 اي حاجه. تمام؟ بعد كده بيقول لك الكونسترين او سبجكت 2 يا شباب بس سبجكت 2 الكونسترين الاولاني 3 اكس 1 بلس اكس 2 بلس اكس 3 اعلى من او يساوي زي 2، بعد كده 2 اكس 1 بلس اكس 2 تمام؟ بعد كده جه في الاخر قال لك بس قال لك اكس 1 واكس 2 اكبر من او يساوي 0. اكس 1 واكس 2 ارقام بوزيتيف على طول زي ما احنا كنا شغالين الشيت الاولاني كله. بعد كده قال لك اكس 3 از ان ريستريكتد. يعني ايه؟ يعني اكس 3 ممكن تبقى بوزيتيف وممكن تبقى نيجاتيف. اي مساله فيها اي فاريبل ممكن يبقى بوزيتيف ممكن يبقى نيجاتيف، لازم بحط كل الحالات بتاعته فين؟ في الايكويشن بتاعته. تمام؟ يعني ايه؟ يعني الاوبجيكتيف فانكشن كانت 5 اكس 1
بلس 3 اكس 2 بلس 4 اكس 3 تمام. عامه اكس 3 دي ممكن تبقى بوزيتيف ممكن تبقى نيجاتيف، فانا هقول له ال 4 اكس 3 دي هشيلها وخليها ايه بلس 4 اكس 3. لو اكس 3 دي بوزيتيف او تبقى ماينس 4 اكس 3، اكس 3 دي ايه نيجاتيف. يعني من الاخر الاوبجكتيف فانكشن كان بيعمل ايه؟ ياخد اكس 3 يضربها في 4 على طول ويجمع ويجمعها على بقيه التيربلز. تاني الاوبجكتيف فانكشن كانت 5 اكس 1 بلس 3 اكس 2 بلس 4 اكس 3، على طول كان بيجمع 4 اكس 3 على اللي قبليه تمام. فانا بقول له لو اكس 3 بوزيتيف، لو اكس 3 بوزيتيف هضربها في 4 واجمع تمام، لو اكس 3 نيجاتيف هضربها في نيجاتيف 4 عشان اوريدي ايه اجمعها برضو زي الاول. لا ده يصمم تاني. اه سؤال رقم 4 ماشي. نفس الكلام اللي انا عملته هنا هحول الكونسترين. اول خطوه كنت عاملها ان انا كنت بحول الكونسترين من اقل من او تساوي، كنت بخليها ايكوال، فكنت بجمع ترم اسمه اس 1 يبقى بلس اس 1 بيساوي 2. اكس 3 كان عندي اكس 3 في الكونسترين دي كانت موجوده، اكس 3 دي كانت مضروبه في 1 المجموعه اللي قبليها. لو اكس 3 دي بوزيتيف يبقى بلس اكس 3 بوزيتيف او ماينس اكس 3 مين نيجاتيف. فاهمين؟ هنعمل ايه بقى جديد في الجدول اللي احنا هيبقى في اكس 3 واكس 3 بوزيتيف واكس 3 نيجاتيف. في اكس 1 اكس 2 اكس 3 بوزيتيف اكس 3 نيجاتيف واس 1 اس 2 اس 3 في كل ده. ماشي؟ نفس الكلام هنا هخلي الكونسترين دي ايكوال فهجمع عليها اس 2 تساوي 5. كان عندي اكس 3 مضروبه في نيجاتيف 3 هخليها زي ما هي. لو كانت اكس 3 بوزيتيف بس، لو كانت اكس 3 بوزيتيف هخليها في نيجاتيف 3 بالظبط، لو كانت عكس كانت بلس 3 في اكس 3 مين نيجاتيف. يعني لو كان النيجاتيف اوريدي موجود جوه ال 3 او جوه اكس 3 كنت هخليها ايه بلس 3 لان النيجاتيف موجوده جوه الاكس 3. ماشي كده ساعتها الجدول بتاعي يبقى اكس 1 اكس 2 اكس 3 بوزيتيف اكس 3 نيجاتيف اس 1 اس 2 اس 3. حلوه تمام. هبعت لكم حلها على هبعت لكم حلها مع المندوب. ماشي بس 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 شباب احنا كده حل بس لا يعني لو المساله اللي بالشيت انا حلها هتلاقي ان اكس 3 نيجاتيف بتساوي 5. اه فانت تروح قايل ان اكس 3 يبقى نيجاتيف 5 تمام. بس بس خلصوا تمام. تمام احنا كده حلينا 2 و3 و4، واحد محلوله بطريقه ثانيه، خمسه محلوله بطريقه ثانيه. انا النهارده بس اول ثلاث مسائل او ثاني ثلاث مسائل فين؟ في الشيت. عايز الاتندنس المره الجايه في الكويز. كويز على ايه؟ السكشن اللي فات والسكشن ده. شيت 1 وشيت 2 والثلاث مسائل دول. ليه ثلاث حاجات كده؟ اه. شباب وقت الكويز هيبقى صغير بالنسبه للمساله، المساله دي طويله كده لازم تعملها بسرعه. عشان تعملها بسرعه لازم تعمل ايه؟ براكس. محدش يمشي. اقعد اقعد اقعد.